واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 يا بسيط يا مجنون عايز ايه؟ ايه ده؟ ده رجع. ايوه كده خاف مني لما عليت صوتي خاف وجري. السلام عليكم وفيديو جديد والنهارده يا شباب هنلعب لعبه بسيط الشرير الجزء الثاني. عاوزين نوصل الفيديو دوت الشباب 10000 لايك، ولو انت مش مشترك في القناه فخليك كوماندو وانزل اشترك في قناه عبدو ماندو، وما تنساش تفعل زرار الجرس ويلا بينا على اللعبه. ودينا يا شباب دخلنا اللعبه واسم اللعبه بطرك سنابي الجزء الثاني، يعني بسيط الشرير الجزء الثاني او بسيط نجمه اي حاجه مش هتفرق. يا جماعه مش ده يا جماعه الجزيره بتاعت سبونج بوب او كايلامور اللي هي عارفينها على طول؟ يعني المفروض هنا يا شباب كايلامور. ماشي هندوز بلاي. جاهزون يا اطفال؟ اي اي كابتن. من يسكن البحر ويحبه الناس؟ ايه ده؟ ضابط شرطة؟ بيقول ايه ده؟ ايه ده؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ اوه في ايه؟ طب هو بسيط، انا اخر مرة قضيت على بسيط وضربته بالمسدس لو احنا فاكرين. ايه ده؟ في ايه؟ ده حادث، ده عمل حادث. خلاص يا سندي، خلاص يا سندي صلى على النبي. في ايه؟ وديت الضابط المريخ. في ايه؟ هو في ايه ده؟ ثواني، هو في كوكب في البحر؟ انا مش فاهم حاجه. هو ايه اللي فوق ده؟ ايه ده؟ طب احنا رايحين فين؟ طب انت يا ساندي خطفاني يا ساندي ولا في؟ طب انا هلعب انت يا ساندي. في ايه؟ احنا رايحين فين؟ ايه منزل البطيخ ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت ساكنه هنا؟ ايه ده؟ مين عمل البومبه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي صوت الباب، صوت الباب لمؤاخذه. هوسبيتال؟ ايه اللي جابنا المستشفى يا جماعه؟ اوه بسيط، ده بسيط عايش، بسيط عايش مش مات. اوه وسرق ال، هو ايه ده؟ هو دي عربيات؟ انا مش فاهم انا ايه العربيات دي. ما علينا، بسيط سرق العربيه وجري بيها ورايح بيها، ما اعرفش رايح فين. حلو كان جاي لنا يا راجل. اه جاي ينتقم مني انا بسيط؟ ربنا يستر. يا سند المنظر ده، سند ايه ده؟ بيت البطيخه؟ ايه ده؟ اه انا جوه بطيخه عملاقه. بص يا جماعه دي بذور البطيخ، واحنا جايبين بطيخه عملاقه هنا وساكنين فيها، وفي شجره جوه البطيخه. ده انت سندي عامله كده ليه؟ والله يا جدعان سندي شكلها مرعب، انا مش عارف شكلها عامل كده ليه. ايه ده؟ ايه ده؟ فيها سندي، سندي ساندي الحق بتلف معايا. سبحان الله. بص يا جماعه الشجره العملاقه ديت، ده ايه ده؟ ده حوت. يا ساتر يا رب، ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ ده ايه البطيخه دي بجد؟ ايه ده؟ بص في قرد هناك اهو. ايه ده؟ ها ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ خضتني. ايه ده؟ انا اقرب. ايه ده؟ اقرب يشتغل؟ ماشي. ايه ده؟ مين الراجل العضمايه ده؟ ده عضمايه لابسه بدله. طب اعمل ايه يا ساندي؟ انا يا جماعه بقول للساندي شكرا على المساعده بتاعتك. ساندي بتقول لي على الرحب والسعه، تعالى نتفرج على الاخبار. ماشي احنا شكرا يا ساندي ان انت عملت معايا كل ده والله. يلا بينا. كل دي شاشه يا ساندي، يخرب بيتك شاشه كام بوصه دي؟ ايه ده؟ الحق يا جدعان، يا جدعان بتبص يا جدعان زي بسيط يا جدعان لما كان بيبص عليا في بيته. بقول لك يا بت، ما انا هربت من بسيط، ما تجيش انت تستعبديني. وبعدين ده مش بيتك، دي بطيخه. انت قاعده جوه؟ آه كانت قاعده جوه ايه؟ كانت قاعده جوه ايه؟ ايوه يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده القعده جوه البقليله دي. تعالى نقعد جنب ساندي هنا ونشغل التلفزيون، هنفضل باصين لبعض. ما شغل التلفزيون، ده التلفزيون بتاعك مش هشغله لك انا. ماشي ماشي. فين الريموت؟ ايه ده؟ ده مش ريموت، ده طقم اسنان. ساندي هو ده بيت مين يا ساندي؟ ولا انت خطفاني؟ ولا انت اللي شريره؟ ولا انت رئيسه العصابه ولا ايه؟ مش عايز تتعرف عليا خالص. ماشي ادي الريموت اهوت يا شباب، اخدت الريموت. طب اشغل التلفزيون ده ازاي؟ بص كده. ولا انا يا جماعه اي حد هيمسك البقف دوت يقدر يسلمه لنا وهنديله 2 مليون دولار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه كانت اخبار اليوم، ولكن يجب ان تحترس سوق العمور. فهنالك مجنون يهاجم المدينه، مجنون يهاجم المدينه، مجنون يهاجم المدينه. كل ده المفروض ان انا اقعد على الكرسي؟ سبحان الله. ما خلاص، ايه ده؟ اعمل ايه طيب؟ بس كده يا ساندي؟ ما تقول يا ساندي اقعد على الكرسي. يا ساندي اتكلم مع ساندي. والله يا جماعه انا خايف اتكلم مع ساندي اصلا. انا عايز ايه يا ساندي؟ عايز ايه؟ ادي مش اخبار كويسه. ماشي كده احنا عرفنا ان عم بسيط الشرير هرب. مش فاهم هي بتقول ايه، بس هي تقريبا جعانه. روح هات البيتزا من الثلاجه. ايه ده؟ انت ماشي كده ليه يا ساندي؟ ما انت مرعبه اقسم بالله. بص سنجابه يا جدعان، سنجابه. ده ايه ده يا ساندي اللي في بيتك ده؟ ايه مجموعة الاسلحة دي والصولجانات دي يا ساندي؟ انت مصطاد قرايبنا السمك، يخرب بيتك. طلعت انت اللي شريرة يا ساندي شكلك. ايه دي التلاجة بتاعتك؟ ايه مش مكتوب عليها بريزر المرة دي؟ ماشي. ايه ده؟ ده في بطيخة جوه ومش مشاية عملاقة ويقطينة قصدي و خلينا في البيتزا. ده في مانجا حمضانة هنا. ماشي هات البيتزا دي، اقفل عامل بريزر بتاعها. خد يا ساندي البيتزا، تعالى نقعد قدامك هنا. ايه ده يا ساندي؟ مين عامل البقليلة دي هنا يا ساندي؟ المفروض فين الكرسي بتاعي يا عم؟ ايوه
جينا قعدنا كل بقى سندي اطفحي معايا اطفحي بسم الله. ايه ده مين يا جدعان اللي بيطلع الصوت ده؟ المفروض ده صوت انا. ماشي تمام. اتكلم مع سندي. هو يا جدعان اكل سندي، كل مع سندي، اتكلم مع سندي، اتفرج على الاخبار مع سندي، حبه حبه هيقول لي خش اوضه النوم مع سندي. في ايه يا سندي؟ عايز ايه يا سندي؟ في ايه؟ اهو اهو انا ما جبتش حاجه من عندي. بتقولي احنا محتاجين ننام. ولا انا محتاج انام. ماشي وبعدين اروح انام؟ اروح انام وهتيجي ورايا. ها فين بقى اوضه النوم في كل دي بطيخه يعني. تخيل كده عبد بعلك كده لو انت قاعد جوه بطيخه، هتنام فين؟ هتنام فين؟ هتنام فين؟ بس خلاص عرفت هنام فين. حسب كده يا عم، حسب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هينام بوشه برضو ولا ايه؟ هينام بوشه. بسم الله اهو بص هينام بوشه. لا شكله اتظبطت المره دي. نام بوشه وترزع بوشه. انا نايم على سرير جيش ده ولا سرير سجن ده ولا سرير ايه ده كمان ده يا جدعان؟ يا ساتر يا رب يا رب يا ساتر. في ايه؟ مش ده مطعم سلطع برجر؟ فين شفيق؟ شفيق احنا عارفين. ايه ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يا بسيط يا مجنون. عايز ايه؟ ايه ده؟ ده رجع. ايوه كده خاف مني لما عليت صوتي، خاف وجري. ايه اللي حصل؟ يا ساتر يا رب. احنا كنا دلوقتي بنحلم ولا احنا رحنا فين يا سندي؟ احنا رحنا فين يا سندي؟ يخرب بيتك يا سندي انت والبطيخه اللي جايبانا فيها ده يا شيخه. الله وانا مالي يا لندي. روحي منك لله روحي. عايز ايه؟ ليتس جو تو بليك. انت عايزه تتملكتي يا بنت انت ولا ايه؟ وانا بقول لها اوكي ليتس جو. انا مش فاهم هي عايزه ايه اصلا. يلا بينا نروح البليكتن. مين البليكتن ده؟ هي عايزه ايه يا بنت انت؟ يلا بينا نخرج من البيت اللي انا ما مش عارف له ملامح ده. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ صوت باب بيتنا ده ولا صوت مين ده؟ ركبنا العربيه بنجري في قاع الهامور. ايه الصينيه دي؟ شمشون. ماشي بيت شمشون. مرحبا مستر شمشينو. طب ما شمشون طيب بقى. اكيد طيب، ما هو كله شرير. السلام عليكم. هو قال السلام عليكم ولا انا متهيألي؟ ايه كمان؟ بص بقى شمشون عامل نفسه فيها خطر قوي وبتاع. بص ساندي ماشيه ازاي ورا. بص عماله تعمل كده وهي ماشيه. ايه عايزين نمسك باتريك؟ ايه ده؟ ده ثواني كده، ثواني يا جدعان في حوار كبير. في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده سلطع ولا تمثال سلطع؟ هو تمثال سلطع. بسيط بيقول لنا يا جماعه ساعدكم في القبض على مستر بسيط. ماشي تعالى يا عم بقى، ما تسكت بقى، ما تسكت بقى. نعمل ايه يعني؟ اروح كل في المطبخ؟ مش دي مراتك ياض؟ انت بقالك كبير بقيت بقيت عملاق ليه كده؟ عامل شبه البالونه. فين يا جدعان المطبخ؟ يا جدعان فين المطبخ؟ ده الحمام. ماشي ده المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ السمكه نيمو؟ هناكل السمكه نيمو؟ والسمكه صاحبه السمكه نيمو كان اسمها ايه يا جدعان؟ اكتبوا لي في الكومنتات يا جدعان. السمكه صاحبه السمكه نيمو كان اسمها ايه يا جدعان؟ مش فاكر. ودي مستر سلطع دي ولا ايه؟ ماشي جبت لك الاكل اهو ادفح. ايه ده؟ في ايه؟ هقعد جنبيكوا هنا ندفح. ماشي هاكل نيمو انا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ قعد يقول لنا ماليش صحاب وانا غلبان وانا ساتعيس. وساندي بتقول له ما تزعلش يا مستر شمشون، انت احنا معاك ومش معاك. قصه حمضانه كده. وانا قلت لكم ان مستر سلطع ده شرير ومش شرير. والله احنا ظالمينك يا شمشون. انا اسف يا شمشون كبار. جو تو تواليت. بيقول لي روح اعمل بيبي. الله اني رايح اعمل بيبي. ايه كل دي شاشه؟ كل دي شاشه. البيبي دبليو سي. ماشي خش الدبليو سي عشان نعمل ايه. الحمام المعفن ده. ايه ده؟ بصي خطف حد. خطف ساندي. خطف ساندي ومشي. طب هو عمل ايه هناك؟ عمل ايه هناك؟ تليفون بيرن. تليفون بيرن. ايه ده؟ شمشون. شمشون. ايه ده؟ دي خياره. دي خياره يا جدعان. مش دي خياره برضه. بص الطلقه في الخ. لا حلوه دي ضحكتني بجد. بص يا جدعان الطلقه قتل مرات. كل دي طلع يخرب بيتك. فين يا جدعان؟ ده ايفون ده ولا ايه ده؟ شوف الايفون ده ولا هواوي ده، شوفه بتاع مين. ايه الحمد لله كويس. ايه اوف ده عايز مليون دولار عشان يرجع لي ساندي. يا حقير يا مادي. ايه ده؟ ده كان مستر سلطع بجد يا جدعان وضربه. بس ده كان انسان الي صح؟ كان مستر سلطع الالي. ماشي ايه ده؟ هو يعني هو ساب كل حاجه وما دمرش القرد اللي هنا. ماشي يلا بينا. انا جاي لك يا ساندي ما تخافيش. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا شفتك ياض وانت جاي تجري عليا. بيقول لي روح اتكلم مع جيجا فيش. عم نحاسب كده. حاسب كده انت جيجا فيش؟ لا مؤاخذه. ايه ده؟ بص يا جدعان المنظر ده. بص يا جدعان المنظر ده. يعني انا بلف وهو بيلف معايا. بص الرعب. بص الرعب يا جدعان. بص الرعب. بص الرعب. يختي يختي يختي. انت جيجا مش انت؟ ايه بقى؟ اكيد جيجا اللي واقف هناك العملاق ده. ايه ده؟ بص يا جدعان انا شايف منزل سبونج بوب من هنا صح كده؟ اوبا يا عم منزل البطيخه اقول لكم كنا لسه عنده من شويه. ايه ده؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم جيجا عايز ايه؟ تيك ذا ماني فروم اكتوبوس وورد هاوس. ايه ده؟ انا انجليزي بتاعي طلع. اول انجليش اول ذا تايم. انت عايز ايه؟ يلا انت مين يا اخي؟
يعني انت عايز ايه؟ خد ان انا اروح هناك عند منزل سبونج بوب اجيب الفلوس. ماشي توكلنا عليك يا رب. اجري بقى. ودينا يا شباب وصلنا منزل سبونج بوب. بص الراجل ده يا جدعان، الراجل ده عمال يمشي ورايا، الراجل ده عمال بيمشي ورايا، عايز ايه يا عم انت؟ بص جاب الطاقيه على جنب ازاي وحالته بقت بالبلا. مش كنت هناك راجل بشنب وراجل كبير؟ افتح الباب. لا 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 مش البيت ده. بيت شفيق، بيت شفيق، بيت شفيق. بص بيت بسيط الشرير هناك اهو. ايه ده كل شطه فلوس؟ ايه ده؟ طب مين ده؟ مين ده عامل حاجه؟ انت مين يا عم؟ الراجل ده انا بشبع عليه، شفته فين قبل كده؟ شفته فين قبل كده؟ اكتبوا لي يا جدعان في الكومنتات اللي يفتكر شبه مين الراجل ده. اخد الفلوس ده يا عم بعد اذنك. مش فلوسك دي ولا فلوس مين دي يا جدعان؟ انا مش عارف والله. هات يا عم كده الفلوس دي. اخدت الفلوس هحطها في العربيه. مش عايز حاجه حاج. حط يا عم الفلوس في العربيه. ايه ده؟ ده شحات يعني؟ ده كان شحات؟ ايه ده دولار واحد؟ انا اديته دولار. لا فلوس يا فلوس يلا. الحرامي مش بقول لكم طلع حرامي؟ يعني انا ادي الشحات دوت دولار، التاني ياخد مني مليون دولار. طب انت يا شحات كان جنبك شنطه فيها مليون دولار يعني؟ سبحان الله سبحان الله. يلا يا عم نروح نشوف يا عم البتاع بتاعتنا راحت فين يا عم. يلا نروح ندور على فلوس. انا عارف خلاص مش هلاقي حاجه. وايه الكوكب ده؟ كوكب الارض هو القمر ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا جدعان. ايه ده العربيه مقلوبه هناك؟ خد يلا. الواد اتقلب بالعربيه. شفت الحرام؟ شفت اخره المشي البطال؟ شفت السرقه اخرتها ايه؟ احسن اتقلب بالعربيه. هو فين بقى؟ هو فين؟ ماشي هنقذك يا ساندي، جايبك بالمليون دولار يا ساندي وهنقذك. انت فين يا عم بسيط؟ هو بسيط يحتل مستر سلطع؟ اعت شنطه الفلوس لجيجا. يلا يا جيجا، يلا يا كوتوموتو، يلا خد الفلوس. ايه ده؟ بسيط بيداني واحده اب دبل كيك في وش. بسيط انا صحيت، انا صحيت. اهدى بقى كده. بيقول لي هتلعب لعبه الغرف. عارفين يا جماعه الابواب؟ هيعرض عليا ابواب وانا هختار الباب الصح والباب الغلط هموت فيه. انت عايز ايه بقى؟ بيقول لي الراجل ده هيرافقك في كل مكان. يا عم انت بقول لك ايه، ما ترافقنيش يا عم انت بقى، يخرب بيت كده. الله بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، ينفع اكل وجبه سلطه قبل ما نبتدي؟ معلش عشان لو مت بقى مت شبعان. نفسك دقه من زمان. ايه المنظر ده؟ خلاص غيرت رايي. عايز ايه بسيط؟ اخش منين؟ بوتريك روم. ماشي اخش من هنا يعني. ماشي. ايه ده دخلت اعمل ايه بقى؟ ايه في عداد؟ في عداد. اتحدث مع سامدي. ازاي اوصل لسامدي؟ حل اسئله مش عارف، بس هو بيقول لي مش عارف اسم ايه، هو لغز بس. تعالى ندوس ايه بس. حازي بازي كرومب زبازي شال وحز وكل عزازي. بص هنا شباب مكتوب دلفين، وهنا سلطع، وهنا بسيط. اخش فين؟ تعالى نشوف سلطع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اجين. بص يا جماعه هي اكيد مش دولفين، هي اكيد باتريك صح؟ باتريك عيب عليك يا فنان. يلا اللي بعده. السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول لي ما هو ابطا حيوان في العالم؟ بص هنا مكتوب مش عارف ايه، وانا انا مكتوب انا ومش عارف مين. تقريبا ده سريع صح كده يا شباب؟ هو المفروض سريع ابطا حيوان في العالم ولا ايه؟ يو بقى يا عم بوتريك افتح. انا ابطا وابطا وابطا كائن على وجه الارض. انا عارف ان انا شفت انا اهو. سؤال جديد، من هو اقوى كائن في العالم؟ انت يا عم بسيط، انت بسيط الجميل. يلا يا عم بسيط انت فين يا عم؟ اهو بوتريك اهو. يلا يا عم. ايه ده؟ ايه ده ساندي؟ اقتل مين؟ بسيط بيخيرني بيقول لي اقتل مين؟ يا اما يقتلني انا يا اما يقتل الجميع. بص ده فاضل ده ثواني بتعد، ثواني بتعد. بص يا صاحبي لا بقول لك انا اقتل الجميع عشان انا بخاف على نفسي بصراحه. اقول لك يلا بسيط انا هضحي بنفسي ولكن عشان خاطرك انت يا ساندي، مع انك ما تستاهليش. ما اعرفش انا ايه المنظر ده بذمتك يا شيخ؟ ده منظر تقبل بيه ربنا. لو متي هموت انا يا عم، يمكن نخلص يا عم. اهو موتت نفسي. ايه اللي بقى اللي هيحصل؟ ايه ده؟ مين ده؟ هو انا ده اصلا؟ هو ده شكلي؟ هو ده شكلي؟ والله اعرف كده كنت موت نفسي من بدري والله يا جدعان لو ده كان شكلي. هنبتدي تاني. ماشي اموت الكل يعني اختار يا جماعه؟ لازم اموت الكل يعني؟ او انا الاجابه الاولانيه غلط؟ طب ماشي موت الكل. واحد اتنين عملت لايك للفيديو دوت. تلاته كله راح وداع. والله بتعب سلطه. ايه ده الحادثه الاولانيه هي صح الراجل ده ايه اللي حصل له في اول اللعبه؟ اللعبه ديت انتهت كده يا شباب الجزئين، وان شاء الله هنستنى الجزء الثالث ينزل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو دوت وتكون اشتركت في قناه عبد مندو، والاهم تكون مفعل زرار الجرس وما تبقاش بخيل بقى واشترك. اشترك بقى، اشترك. سلام.